مساكم الله بالخير. متعودين علي دائما أتكلم عن مشاكل وعلاجات البشرة والشعر، لكن موضوع اليوم يمكن أقل مواضيعي إثارة، لكن بالنسبة لي يعتبر أهم موضوع يمكن راح أتكلم عنه أو تكلمت عنه على الإطلاق. الموضوع هذا مهم جدا 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 تعرفونه، وشيء محزن إن أغلبكم ما يعرف شيء. أنا متأكد الحين 99% منكم ما يعرف المعلومة اللي بتكلم عنها الحين. هذه المعلومة تخص المضادات الحيوية، وتخص أطفالكم، وتخص أمهاتكم وأبائكم، وتخصكم بعد، تخص كل شخص، كل إنسان يأخذ مضاد حيوي. هذه المعلومة مهمة وتعتبر من أهم معلومات الطب على الإطلاق. طبعاً المضادات الحيوية، لو أسأل كثير من الناس الحين عن المضاد الحيوي، شنو الآثار الجانبية للمضاد الحيوي؟ في ناس تقول تخرب الكبد، ناس تقول تأثر على الكلى، في ناس تقول حساسية، سوت خلنا ناخذها. أهم شيء يروح الاحتقان، أهم شيء يروح تروح الالتهابات النسائية، أهم شيء تروح في ناس يأخذون حق حتى الحساسية الموسمية فيبي يرتاحون بسرعة بوقت، ولكن ما يعرفون الأثر الجانبي الخطير من المضادات الحيوية. وهذا الأثر الجانبي أو السايد افكت هو اللي يخلي دائما الطبيب متردد في وصف المضادات الحيوية. ما في شيء يخلي الطبيب يتردد في وصف المضاد الحيوي، لا التهابات ولا حساسية ولا أثر جانبي على الكبد ولا الكلى، فقط أثر جانبي واحد يخاف منه الطبيب اللي هو الريزيستنت. يعني شنو معنى الريزيستنت؟ هو مقاومة البكتيريا للمضاد. من كثر ما تأخذون المضادات، كثرة المضادات تخلي البكتيريا العادية تصير أجريسيف، متوحشة، عدوانية. فبالتالي شنو معنى هذا الكلام؟ راح أشرح لكم شو معنى هذا الكلام. معنى هذا الكلام لا قدر الله بعد عمر طويل، لما تكون طريح الفراش، لما تقل مناعتك، لما تكون شخص طاعن في السن أو امرأة طاعنة في السن، وتحوشكم التهابات، تحتاجون مضاد حيوي. ويعطيكم يعني فريق الطبي في المستشفى المضاد الحيوي، المضاد الحيوي ما يشتغل. وهذا شيء يعني كمان شيء يعني وارد بشكل كبير، وأغلبكم أو الناس اللي عندهم أحد من أقاربهم كبير في العمر في المستشفى يعرفون هذا الشيء. الأطباء يعطون مضاد حيوي للالتهابات، الحرارة ما تنزل. شنو السبب؟ في ريزيستنت، المريض البكتيريا اللي فيه قاعد تقاوم المضاد الحيوي. السبب شنو هو؟ السبب أن هذا الشخص طول عمره يتساهل في أخذ المضادات الحيوية، فكل مرة تأخذ كورس مضاد حيوي قاعد تقوي البكتيريا داخل جسمك. صدق تروح البكتيريا، لكن يبقى الأثر ويبقى قوة البكتيريا موجودة. فتكون موجودة البكتيريا وتكون أجريسيف وتكون متوحشة، وما ينفع معها المضاد الحيوي، يكون شكلها كذي. أما إذا قللتوا من أخذ المضادات الحيوية طول حياتكم يكون شكلها كذي، أي كورس أي مضاد حيوي ممكن ينفع معها بالطريقة هذه. يعني راح يعني الشخص حيل يتضرر من أي التهاب، خاصة مع قلة المناعة. أكبر يعني أفضل نصيحة تقدمونها لأي شخص، قللوا من المضاد الحيوي. إذا كان طفل لا تتساهلون معه احتقان على طول اخذت مضاد حيوي، لا نتأكدون عن طريق الطبيب، عن طريق الفحوصات، ان في التهاب بكتيري قوي ويستحق كورس مضاد حيوي. حتى اللي فيهم حب شباب، لا تتسألون اخذ مضادات الحيوية عن طريق الفم. دائما انا افضل بصراحة اخذ الرؤكتان، اكثر فاعلية واقل اثار جانبية على المدى البعيد. اتمنى لكم ان شاء الله الصحة والعافية، وهذه نصيحة جدا جدا مهمة اعطوها لاي شخص، كل شخص يحتاج هذه النصيحة. أشوفكم على خير.